السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أخواني مستمرين وياكم في تقديم سلسلة شروحات الشهادة الأولى المقدمة من شركة مايكروتك، شهادة الـ MTCNA مايكروتك Certified Network Associate. درسنا اليوم راح يكون عن الـ NTP Client NTP Serve. طبعا الـ NTP الـ Network Time Protocol الفكرة من عنده أنه يعمل لك Synchronize the Time لجهاز، بما معناه أنه راح يعمل لك مزامنة للوقت حتى تحصل على الوقت الصحيح. لازم هو أنه من مميزات الـ NTP أنه يحصل لك على الوقت الصحيح داخل الجهاز. أيضا منتجات شركة مايكروتك وكل منتجاتها بها الـ Internal Memory اللي يحفظ لك الـ Clock Information معلومات الساعة. فأني هسه لما أدخل على الراوتر الخاص بي مثل ما أباوه أهو أنا جهازي بي إنترنت، فأكيد راح يأخذ المعلومات الصحيحة. بس عندي الوقت ما مضبوط اللي هو هذا، بس الفكرة انه كيفية اضافة ضبط الـ NTP داخل سيرفر المايكروتك. ندخل للـ NTP، اول فقرة نفعل هاي الخاصية تطيء انيبل يونيكاست يبقى مثل ما هو. نجي على هاي الـ Primary NTP Server حتى احصل. طبعا كل دولة لها IP يختلف عن الدولة الثانية حتى يضبط لك الوقت، حتى انت ما تدوخ. اني اجي حسب دولتي، وين مثلا اجي هاي النا NTP Iraq، ادخل لي الموقع اخذ هاي العبارة حتى يزامن لي ويحصل لي على IP الصحيح. فش اكتب iq.ntb اعطي ابلاي مثل ما تشوف، اخلي ip جديد ابلاي اوكي اخلي ip جديد. هسه اني التاريخ مضبوط بس عندي الوقت ما مضبوط حتى اضبطه. عندي سيستم، عندي هذا الكلوك، دائما اختار الدولة. اني دولتي وين؟ اني عراق، فادور وين عندي بغداد. نضيف على اسيا، هذه بغداد تمام، واعطي ابلاي اوكي. مثل ما تشوف الوقت اللي ادي بالحاسبه الساعه بال 12:23 دقيقه ايضا هنا. هسه انضبط عندي الوقت. اعاده سريعه، روح لي سيستم وعندك الـ NTP Client ونفعله، زائد نجي نختار حسب الدولة مالتك، انت مصر، سعودية، سوريا، اي دولة تقدر انت من خلاله انه راح يحصل لك هو على الـ IP بعد ما يسوي لك مزامنة ويا الموقع ويحصل لك على الـ IP الصحيح. وبعدين نجي نضبط الوقت داخل الجهاز من خلال كله، تختار حسب الدولة العاصمة الخاصة بك. هسه احنا نضبط عندنا، طبعا هاي بدروس ان شاء الله بشرح الشهادة الثانية شهادة الـ MTCRE راح نعرف شنو الغاية من ضبط الوقت داخل الجهاز. لان الجهاز خصوصا اذا كنت تستخدم السيرفر راح تضيف بي كيوات، خصوصا انك تتعاطى براديوس يوزر مانجر سات 3، فانت اذا الوقت عندك ما مضبوط داخل السيرفر فراح يصير عندك فرق بساعات وكذلك تصل لايام. فاهم شيء حتى بالهوت سبوت من تسوي اشتراكات لليوزريه، اذا ما الوقت ما مضبوط داخل الجهاز راح تتخربط عندك الوضعيه. لهنا الدرس ينتهي، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.